موفد بي بي سي عصام عكرماوي، مرحبا بك عصام، أسعد الله صباحك. عصام، من هم الحضور في هذا المؤتمر وهل حضر الجميع؟ جدول الأعمال المقرر لهذا اليوم أيضا. أحمد، هذا المؤتمر يجري على هامش مؤتمر الأمن الذي يعقد سنويا. حضر وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الروسي لافروف بالأمس. أيضا متوقع حضور دي مستورة المبعوث الدولي لسوريا، بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية وإيران وتركيا وغيرها من الدول المشاركة في مجموعة ما يربي 17. من المتوقع أن يعقد مساء اليوم في حوالي الساعة 9 بالتوقيت المحلي مؤتمر صحفي مشترك لكيري ولافروف، يتحدثان فيه عما دار في الاجتماع. اجتماع اليوم سيبدأ في حوالي الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. حتى الآن هناك بعض الأخبار التي تتحدث عن أفكار روسية جديدة من أجل إعادة، كما تعلم كان المؤتمر جنيف قد علق الأسبوع الماضي بسبب الخلافات، على أن يعاود المجتمعون جلساتهم في 25 من الشهر الجاري. هناك كما قيل أفكار روسية جديدة من أجل إنجاح مؤتمر جنيف. هناك حديث أيضا عن اقتراح روسي بتطبيق وقف إطلاق النار في الأول من الشهر المقبل وليس الآن كما تطالب المعارضة وبعض الدول الأوروبية. فرنسا مثلا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبريطانيا تؤيد ذلك، لكن يبدو أن الروس غير مستعدين في هذه المرحلة الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار. هم يقولون أن على الأطراف العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة. يبدو أن هناك أطراف من المعارضة السورية يعني موجودة حاليا في ميونخ. يذكر أن المنسق العام لمؤتمر الرياضة الدكتور رياض حجاب قد اتجه إلى ميونخ. هل سيحضرون اجتماعات مجموعة الدعم الدولية أم أن هناك لقاءات ثنائية مبرمجة مع بعض وزراء الخارجية هناك؟ حتى الآن أحمد لم يرشح أي تفاصيل عن من سيشارك في هذا اللقاء، إلى جانب وزراء الخارجية الذين تحدثنا عنهم كيري ولافروف وأيضا المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا. هناك أطراف سورية كما ذكرت موجودة هنا في المؤتمر، كما ذكرتم في مقدمة التقرير. قدري جميل من موسكو أمس صرح أن المؤتمر سيبحث في القائمة التي أعدتها الأردن والتي تحدد من هي المجموعات الإرهابية حسب التعريف. هناك أيضا خلاف كبير على تعريف المجموعات الإرهابية، هناك خلاف أمريكي تركي مثلا على موضوع الأكراد. الرئيس أردوغان بالأمس هاجم الموقف الأمريكي وقال إن على أمريكا أن تفهم أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني هو حركة إرهابية، لكن أمريكا لا تريد ذلك، إذ ترى في هذا التحالف أو هذه الجماعة أقوى المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في الخلاف الحالي. أشكرك من ميونخ موفد بي بي سي عصام عكرماوي، وسنبقى معك في إطلالات خلال هذا النهار لتضعنا في آخر التفصيلات التي تقف عليها في مؤتمر ميونخ.